هاي، انا ما قلتش مقدمه ولا قلت حاجه عشان ده اول فيديو لي على اليوتيوب. انا كنت منزله فيديوهات قبل كده وتجيبوا مساعدات، بس انا مسحتها وما نديشت القناه من اول وجديد. وانا لسه يوتيوبر جديد طلع معلش، وكنت هنزل لكم فيديو ما بيني انا واختي. اختي اسمها اميره بس هي خدتي دلوقتي، وانا اللي بصور دلوقتي اعرفك على نفسي الاول. كنت عايزه اقول لكم بس ان انا اسمي منى وهي اسمها اميره. وكنت بعد الفيديو ده، لو الفيديو ده جاب 5 لايكات هلون، بصوا هصور في الاوضه دي. ماشي، لو جاب 2 لايك هصور في دي. لو جاب 3 لايك هصور في دي. ماشي، وباي. بعد الفيديو ده ما ينزل كمان شوية انتظروا، هتلاقوا فيديو جديد لسه نازل لينا على تحدي اندوبي انا وامير. احنا كنا من التحدي ده بقالنا كتير، بس انا حبيت ان انا اعرفكم على نفسي الاول، والفيديو التاني هتتعرفوا على اختي. ماشي، وحبيت بس ان انا اوريكم حاجة صغيرة. ماشي، ثانية واحدة، بصوا دي مجرد رسمة كده، بتقشريها. بصي بتقشريها بدي. ثانية هقشرها وارجع لكم. ايه يا جماعة، قشرت نصها اهي. بصي هي بتتقشر بدي، هي بتكون طبقة سودة واحنا بنقشر الطبقة السودة دي. ثانية واحدة، فيها الوان. ثانية واحدة اقشرها وهرجع لكم تاني. جماعة، وبعد ما قشرت نصها لسه فاضل لي الحتة دي واكون مخلصة. وهي اهي بعد ما خلصتها، بس لسه في حاجة صغيرة انا هخبيها لكم. ادي كده رسمة تانية. ماشي، وباي. زي ما انا ما قلت لكم، دي 5 لايكات، الطرقة لايكتين، والصالون 3 لايكات. باي. ثانية واحدة، قبل بعد انا هنزل الفيديو ده بعد نص ساعة بالظبط، هتلاقوا الفيديو نزل اسمه فيديو نودلز، حر جدا. ما تنسوش تعملوا لايك عشان ده أول فيديو ليا أنا أطلع أتكلم في اليوتيوب. باي.